شغال مع ابويا من زمان على المكنه، بنعمل شغل جزم وحاجات، والدخنه بتاعت المكنه تعبتني عشان انا كبرت، وكل ما بكبر كل ما بتعب وما بعرفش اتحرك ولا حاجه وكده. انا بشتغل عشان اجيب فلوس عشان اكل واشرب، مش بين القناطر وقاعد بلعب على السور قدام القطر. وانا وقعت من على السور كان في قضيب قطر وقع على رجلي، كان نفسي امشي على رجلي واركب جهاز وكده واعيش مرتاح وكل حاجه وزي اي حد عادي. اليوم بقى بقضيه زي اي يوم، واخدين اوضه هنا بنام فيها، لا اما ممكن انام هنا. انا بستلف لحد ما يوم السبت بقبض، باخد ال 100 جنيه بفرق منها 50 جنيه وبخلي معايا 50 جنيه. عاوز كشك وعاوز اعمل معاش، ونفسي اركب جهاز او اجيب مكنه امشي بيها واعيش مرتاح، ونفسي ابويا يسد اللي عليه. قصة الحادثة هو كان رايح عند جده وفرح خاله وبتاع، وبيلعب هو والعيال على قدام باب البيت، وفي قضبان قطرة محطوطة بيلعب فوق منها هو والعيال. القضيب وقع على رجله، راح وقع عليه، راح شايل رجله الاثنين.